بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا اجعلنا دعاة سلام ووئام، يا عظيم يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان. حكمة أخرى، حكمة عطائية، أنا تجذب الانتباه. ما حجبك عن الله جل جلاله؟ ما حجبك عن الله جل جلاله؟ موجود، وجود موجود معه، يعني مش خاطر فما كما تقول احنا الشجرة درك ما وراءها بالنسبة لك انت، ما فما في الفضاءات، فما اللي أمامك، فما اللي خلفك، فما اللي عم يمينك، على شمالك، فوقك، تحتك، ولا مجر، فما المتحرك، فما الجامد، ولا مجر. هنا قال لك ما حجبك عن الله وجود موجود معه، هذا مش منها. الوجود موجود معه مش هي اللي تعجب، هذا ماش كتر. لا وجود خلقي ولا وجود، الوجود حقاني هو لله. يعني إذا كان أنت مريتوش، يقول لك ما حجبك عن الله جل جلاله وجوده موجود معه. ماذا شنو شو ما أمشي نهاية الحكمة هذه، بقية الحكمة.